طب وايه اكتر مشاهد اللي حبيتها في المسلسل؟ بص انا حبيت مشاهد ضياصتي كلها جدا جدا، مفيش لحظه كنت فيها بلبس الشخصيه الا لما كنت مصدق الشخصيه جدا وحبيتها جدا جدا جدا. علاقتي بعمر يعني كل مشاعر العلاقه ما بيننا حبيتها جدا، بس هو مشهد الوداع ده انا كل ما بشوفه انا بعيط نفسي. بس اكتر مشهد في المسلسل اثر فيا مشهد زينات وعمر لما كانوا بيتكلموا عن الفرق ما بين زمان ودلوقتي، يعني قد ايه مشاعر في كم جمله، مشاعر رهيبه جدا. بحب مشاهد حاتم ومصطفى جدا برضو، في ان هو لما كان دايما حاتم بينوره على حاجه في الحاضر، اللي هو الموضوع لما قاله على الستوري انت مش عارف ايه، لما قاله على كان في حاجه تانية ان هو الهاكر بتاع ان هو اللي بيهاك اللي بيقرا الجواب. ايوه يعني كان دايما بينوره على حاجه، او لا لما كانوا واقفين تحت بيت احلام ونزل لها قال لها ام ثانيه في ثانيه قال لها نزلي السبت، ام مطلع له جواب ومطلعه قاعد هيحلم لسه فاهم. ايوه انا جاي من ان ده بينجز يعني كان دايما بينجز له حاجات على طول. انجز ردي بسرعه بلاش جو الاربعينات، بلاش جو الاربعينات ده ردي على طول بالظبط. اكتر حاجه مشاهد حبيتوها في الفلاش باك الاولاني وهو بيقول له يا ابني احنا مش شبه الناس دي، وكأنه هو جاي من زمن الاربعينات لانه شاف الزمانين، وهو فعلا مش شبه الناس الاستهلاكيه الشديده دي اللي بتشتغل في العقارات وبتشتغل في الحاجات. المشهد كان ناعم وجميل جمال وعبر عن الزمانين بشكل حلو قوي. انا عايز اشكر الاستاذ عبد الرحمن ابو غزاله على اختياراته لكل الممثلين اللي عملوا ادوار صغيره. يعني الاستاذ محسن صبري والدك طبعًا. كان عامل مشاهدين في اول المسلسل كان هايل. استاذ عبد الواحد سلطان احمد سلطان سلطان مسافر سلطان وامير عبد الواحد وكل كلهم يعني اي حد قال جمله في المسلسل ده قالها حلو طبعا. احلام خطيره. اكتر ايه مشاهد حبيتها؟ هو شخصيه شالوب ده كان فيه عنده مشاهد انكسار فظيعه ومشاهد انتصار فظيعه، وعلاقته باولاده ومراته يعني الشخصيه كان فيها ثراء، كان يعني كنت مستمتع وانا بمثل الشخصيه دي جدا، وكنت حابب فكره ان هو مختلف عن الحاجات اللي انا عملتها قبل كده، ان هو شخصيه مش هتلاقيها زي رمضان حريقه ولا زي رجب الخانكه ولا لا مختلف، حاجه مختلفه خالص، ومصدق نفسه جدا ان هو يهودي ومرابي وطبعا هو استغل نقاط ضعفه واشتغل عليه شويه حلوين يعني.